السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي في كل مكان ومحاضرات مستر أحمد أبو العلا، والنهاردة معادنا مع المحاضرة رقم 3. المحاضرة بتاع النهاردة هنتكلم فيها عن البروبوزيشنز أو حروف الجر، حاجة بتضايق كتير من طلابي الجمال. يلا بينا نروح على طول. أنا عايز أبسط لك موضوع حروف الجر، فبقول لك إن بتستعمل بالترتيب كده من الكبير للصغير مع قرون عقود أعوام فصول. طبعا معروف إن القرن 100 سنة، ودي أكبر وحدة زمنية بعد الألفية، تمام كده؟ يبقى القرن اللي هو 100 سنة، يبقى in the 12th century، في القرن ال 12، استعمل in مع القرون. العقود اللي هم 10 سنوات، أو in the 1980s، معلش يا قلبة عربي في التنسيق. طيب يبقى 1980، وبتلاقي اس في الاخر كده، يعني في حقبة الثمانينات. مع الاعوام، او ال 1999 في سنة 1999. مع الفصول، الفصول اللي هي الصيف والشتاء والخريف والربيع، يبقى مثلا ان وينتر. يبقى وانت جاي من فوق كده، قرون عقود اعوام فصول، صح كده؟ اكبر حاجة هنا قرون، عقود وراها على طول، بعد كده عام، بعد كده ايه فصل. بعد الفصل هيكون عندك ايه؟ قال لي هيكون عندي الشهر، لان الفصل بيبقى حوالي 3 شهور، صح كده؟ يبقى اقول ان ابريل، في شهر ابريل. وبعدين لما اجي اتكلم عن فترات اليوم، اللي هي ان ذا مورنينج، ان ذا افتر نون، او ان ذا ايفنينج، يبقى فترات اليوم. وفي بعض الفترات الزمنيه زي مثلا خلال نص ساعه، خلال 3 سنوات، خلال 5 دقائق، يبقى ان هاف ان اور. وفي كده حته لازم ما تنساهاش، كلمه ان ذا باست، يعني في الماضي. يبقى لو جينا ظبطنا كده، هتلاحظ ان احنا جايين من فوق وانت نازل. قرن 100 سنه، عقد 10 سنين، عام سنه واحده، فصل من الفصول اللي هو 3 شهور، وبعد كده شهر، وفترات اليوم، وبعض الفترات الزمنيه. يبقى دي الحاجات اللي هنستعمل فيها ايه يا شباب؟ ان، تحفظهم. طيب ننقل بقى للي بعد كده، اون. اون بتركز على الايام، يعني اقول لك اون سانداي، اون مانداي، تمام كده؟ وممكن يكون اليوم مفرد او جمع، ممكن اقول اون سانديز، يعني ايام الحد، مفيش مشكله، اون مانديز وهكذا. كمان لما يضحك عليك بقى، خد بالك، لما يجي يكتب لك التاريخ وتلاقيه كاتب لك الشهر، بس هو هنا ما يقصدش الشهر، هو يقصد ايه؟ اليوم. هو هنا بادئ بايه؟ 23 ابريل، صح كده؟ يبقى يقصد اليوم ولا الشهر؟ لا، يقصد اليوم. يعني لو انت اتولدت مثلا يوم 23 ابريل، انت قعدت تتولد طول شهر ابريل يا باشا؟ لا، انت اتولدت في اليوم ده. يبقى هنا اون، تمام كده؟ خد بالك من اللعبه دي عشان بتلخبط الناس. يبقى التاريخ لما يبدا بالايه؟ باليوم، استعمل اون. يبقى اون بتاعه الايام. طب ناقص مين؟ ات بتاعه الساعات. يبقى ات 5 اوكلوك، 6 اوكلوك، وهكذا مع الساعات الكامله. اوقات الوجبات، اقول لك at lunch time، في وقت الغداء، ماشي؟ في تعبيرات لازم انت تبقى حافظها بقى، زي ما احنا قلنا من شويه كده at dinner time او lunch time، زي ما اقول لك at present، في الوقت الحاضر، at Christmas، في عيد الميلاد، at the weekend، دي بتتكرر كتير في الامتحانات، و at the moment، في هذه اللحظه. طيب عشان الدرس ده يثبت حلو في دماغك، لازم نحل عليه كتير. ده لما تبقى طالب في طب ومش مذاكر، وتتخرج وانت مش مذاكر، بقول له شوف يا حاج، انا مش مذاكر عمليات القلب كويس، تحب اعمل لك ازاي ده؟ وخلاص وخلاص. يلا يا باشا بقى هنحل النهارده، هنحل على الظروف بتاعه الزمان، وكمان بتاعه المكان، عشان نفكركم بيها اللي كنا خدناها قبل كده. On Saturday mornings، في ايام صباح ايام السبت. I have tennis lessons، بيبقى عندي دروس رياضه التنس بتاعتي. At the sports center، في المركز الرياضي. طب لما اجي اتكلم هنا، بيقول الساعة 9 صباحا، يبقى هختار ايه من دول؟ احنا كنا لسه بنقول at مع الساعات، يبقى at 9 a.m. Sometimes، احيانا. I go swimming، بذهب للسباحة. The afternoon with my friend، طيب الفترة دي بتاعت اليوم، ها؟ in the afternoon، تمام. Fridays afternoons، ايوه احنا بنتكلم على
يوم الجمعة بس فترة بعد الظهر، بس بنتكلم على أيام الجمعة. I often go to the lake تمساح، بحيرة التمساح، which is near the city with my family. ها احنا هنا بادئين اهو بنتكلم عن اليوم بتاع الجمعة. اه صحيح يا فترة فيه بس بنتكلم عن اليوم، يبقى هنا نقول on. Can we get a train the afternoon to get back the أو the afternoon؟ طبعا الزا لما يجي بعدها حرف متحرك the، يبقى هنا ها فترة بعد الظهر، يبقى in the afternoon. The next train leaves 5 minutes، يعني خلال 5 دقايق، وحتة خلال 5 دقايق 5 ساعات 5 سنين، يبقى in. ده لما تزهق من المذاكرة وتحاول تغير مودك. I often play football، بلعب كرة قدم في أيام الأربعاء. احنا قلنا الأيام بناخد معاها on، يبقى on Wednesdays. Wednesdays الدي سايلنت. تعال بقى نخش على سؤال تصويب الخطأ. We usually go out in night، صح؟ قال لي لا النايت دي مش صح، امال الصح بتاعها ايه؟ فكر كده وقول لي. At night. The cafe is in the corner of the street. هي صح in the corner؟ يلا. On the corner. تمام كده؟ يلا بقى صحصح معايا. We walk to school on the morning. ايه رأيك؟ In the morning دي الإجابة الصح. In Tuesday morning we have an English lesson. On صح كده. I always go shopping on the afternoon. ايوه كده يا جميل انت ويا جميله، ايه الحلاوه دي؟ in the afternoon. The zoo is on the cafe and the station. between ما بين القهوه والمحطه. Mona always plays tennis for the weekend. شغل دماغك يا حلو يا جميل. At the weekend. The museum المتحف is between the bank. Opposite the bank. بالظبط كده قدام البنك. They got married اتنيلوا قصدي اتجوزوا Friday. مع اليوم هنختار ايه؟ On Friday. ده اليوم اللي اتضحك عليه، قصدي ده اليوم اللي اتجوز فيه. The bus will leave on a few minutes. تنفع on؟ لا طبعا ما تنفعش، امال ايه؟ In a few minutes. فترة زمنية يبقى معاها in. I moved to Giza in the age of two. بيقول انه عزل او نقل لمدينة الجيزة، عايز يقول لما كان عنده سنتين او في سن سنتين. ينفع ان؟ قال لي لا ما ينفعش ان، امال الاجابة ايه؟ at the age of two. It's a good place to go for the weekend. ما ينفعش for. تمام كده؟ طب ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة. ايوه يا رجاله ظبطنا الدنيا. at the week end يبقى الاجابه الصح هنا at the week end. lunch time I visit my uncle. بيحب يزور عمه في وقت الغداء، او my cousins ولاد عمه يعني. اوكي اه يبقى هنا at lunch time. احمد is standing نقط the right. طبعا مش هنقول at، هنقول on the right. احمد هو اللي واقف على اليمين. طب زي الفل، جميل قوي يا جميع كده. متهيألي حروف الجر ابتدت تظبط في دماغنا. from the bank من البنك go straight in for about 10 minutes. ينفع؟ ينفع in؟ قال لي لا. ركز كده
وصح، يبقى go straight on. I did the crossword 5 minutes. أنا حليت الكلمات المتقاطعة في حوالي 5 دقايق، يبقى in 5 minutes. They like to visit Luxor on winter. ينفع on winter يا رجالة؟ لا ما ينفعش، يبقى in winter. They are playing tennis on present. تنفع؟ صح صح يا جميل. ها أنا عايز ناس صحية ما بتنامش. يلا كده وريني الشطارة. at present في الوقت الحالي. I always go to school by my father's car. تقول لي لا. ها in my father's car. The station is in the right. إن ما تنفعش، أمال إيه يا جميل؟ On the right. I always go shopping not the afternoon. In the afternoon. طيب I always go to school by the bus. قال لي خد بالك. By هنا غلط عشان في ذا. أما لو ما كانش في ذا كانت تبقى الجملة صحيحة زي كده. I go to school by bus. يبقى ما ينفعش ما بين باي ووسيله المواصلات يكون في اي فاصله، لا آه ولا ان ولا ذا ولا اي حاجه. طيب تعالوا نصحح الجمله دي بقى، هنشيل باي ونحط مكانها ايه؟ قال لي تحط مكانها اون ذا باص. يبقى لو عندك ذا ان الحاجات دي كلها هتستعمل اون. طب بستعمل باي بشرط ان ما يكونش بينها وبين وسيله المواصلات فاصله، يعني اقول باي باص على طول مش باي ذا باص. باي ذا باص غلط. اخر جمله عندنا عشان نبقى ظبطنا حروف الجر. شي يوجوالي جيتس اب half past eight. هي بتستيقظ الساعة الثامنة. ها الساعات يبقى at half past eight. كده حلينا شوية على حروف الجر، والفيديو ده كان مركز على البروبوزيشنز بشكل مكثف عشان الناس اللي بتشتكي منها. ذاكر الفيديو كويس وبعدين ابدأ طبق في الكتاب بتاعنا إن شاء الله. خلاص مفيش مشاكل تاني مع حروف الجر. أشوفكم في فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.